معي الآن النائب جمال جوكر عضو مجلس النواب العراقي ليطلعني كوتشر على آخر الأخبار. سيارة النائب نتحدث عن جلسة إلى الآن لم تعقد منذ الساعة 11 كان المفروض أن تعقد، ما هو سبب التأجيل الأبرز وإلى متى ستبقى مؤجلة؟ يعني اليوم يجب أن تنعقد هذه الجلسة ولو لأداء اليمين يجب أن تنعقد، أما أن نتفق على هيئة الرئاسة فقط إذا لم يحصل توافق سياسي باعتقادي ستترك الجلسة مفتوحة لحين التوصل إلى الاتفاق. للأسف هناك تشرذم شيعي شيعي كردي كردي سني سني، لحد الآن ليس لدينا اتفاق داخل بيت واحد. نتمنى أن نشهد اتفاق سني سني كردي كردي شيعي شيعي حتى نستطيع أن نخرج بنتيجة من هذه الجلسة. هذا التنافر هل من الممكن أن سيؤثر على اختيار رئيس مجلس النواب، كما يعلم الجميع بأن هنالك توافق على السيد محمد الحلبوسي أن يكون رئيس مجلس النواب؟ ما صحة هذه الأنباء وهل فعلا سيؤثر عدم التوافق على اختيار محمد الحلبوسي؟ عدم التوافق قد يؤثر وقد لا يؤثر، لأنه ثلاث كتل كبيرة هي التي اتفقت على السيد الحلبوسي وهناك كتل أخرى داعمة لفوزه، ولكن تعرف المجلس بالكامل عند مفاجآته. كان لدينا تجربة مثل هكذا موضوع في الدورة السابقة لرئاسة الجمهورية، كان هناك اتفاق بين بعض الكتل وأثناء إجراء الانتخابات حصل العكس. منصب النائب الثاني، هل هنالك اختلاف على اسم شيخ وان عبد الله؟ هل هنالك اختلاف على هذا المنصب أم أن التوافق نحو اختيار شيخ وان عبد الله؟ هناك الآن ثلاث مرشحين للنائب الثاني للمكون الكردي، وباعتقادي مرشحين على الأقل للمكون الشيعي للنائب الأول، ومرشحين للرئاسة. من ينافس شيخ وان عبد الله وهل سيكون له الحظ او كفة الميزان لان يكون تعرف الثاني؟ هناك مفاجآت في مجلس النواب، هناك مفاجآت في مجلس النواب، بما انه ليس هناك اتفاق كونكريتي بمعنى هناك مفاجآت. هناك الدكتور مثنى من كتلتنا مرشح، والاخت سروة من الجيل الجديد ايضا مرشحة. خلاف الإطار والتيار الصدري حول النائب الأول، هنالك أحمد الأسدي وأيضا حاكم الزاملي، لمن سيكون نصيب النائب الأول لمجلس النواب لرئيس مجلس النواب برأيكم؟ هذه القاعة مجلس النواب هي اللي راح تحدد. توافق إلى أين يسير؟ باعتقادي الجلسة يعني ما راح تنعقد إذا لم يكن هناك توافق، وإذا انعقدت فسيكون هناك اتفاق على يعني تركها مفتوحة لحين التوصل إلى الاتفاق. نعم زميلي محمد فراس، قبل أن يذهب سعادة النائب جمال كوجر أريد أن أسألك أو يعني توصل له هذا السؤال فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية. نعم زميلي محمد، بخصوص قانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على وجوب اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الأولى، وسعادة النائب تفضل وقال قبل قليل أثناء حديثه بأن على الأقل يجب أن يكون هناك أداء لليمين الدستورية، ماذا عن قانون المحكمة الاتحادية في هذه النقطة؟ قانون المحكمة الاتحادية ينص على أن يكون اختيار رئيس مجلس النواب في هذه الجلسة، في حال لم يكن هناك اختيار في هذه الجلسة، يعني الجلسة الأولى، ولكن إذا تركت الجلسة مفتوحة فالجلسة القادمة سيكون جزء من هذه الجلسة. بمعنى إذا لم ترفع الجلسة، إذا رفعت الجلسة معناتها ستنعقد جلسة أخرى، ولكن إذا تركت مفتوحة فتبقى نفس الجلسة. شكرا سيادة النائب. نعم هذه هي الثغرة من الممكن أن يتلافى بها أعضاء مجلس النواب عدم التوافق السياسي، هنالك ثغرة قانونية من الممكن أن يستغلها الأكبر سنا، لأن الأكبر سنا ليس من صلاحيته إغلاق جلسة أو إنهاء جلسة وتحديد موعد آخر لها. من الممكن ترك الجلسة مفتوحة في حال لم يكن هنالك توافق لأعضاء مجلس النواب على اختيار رئاسة المجلس.